دلوقتي بقى هنبدأ معاكم مع أهم الترندز الرياضية اللي انتشرت على تويتر خلال الساعات اللي فاتت، واللي كان أهمها هاشتاج الزمالك، وده طبعا انتشر بكل تأكيد بسبب مساندة نادي الزمالك أو بسبب مساندة الجمهور لنادي الزمالك، واللي هيلعب النهاردة المباراة بتاعته قصاد الاتحاد السكندري إن شاء الله في اللقاء قبل النهائي في كأس مصر. دلوقتي بقى تعالوا نشوف معاكم أبرز اللي انتشر على الهاشتاج ده كان إيه. أحمد شتا كمان قال النصر للزمالك إن شاء الله. عجيبة بتقول يا رب النصر للزمالك. محمد نمر بيقول كل التوفيق إن شاء الله للزمالك النهاردة، يا رب أنصر الزمالك. كمان هيثم بيقول إن شاء الله الفوز للزمالك. روني كمان قالت يا رب نصر للزمالك يسعد بيها قلبي. سام قال اثنين. مهندس زملكاوي بيقول مباراة النهارده هو اكيد بيتمنى ان ده يكون الفوز من نصيب نادي الزمالك. عبد الفتاح بيقول يا زمالك يا فريق العمر، يا زمالك يا عايش في وجداني، يا قطعة من قلبي وكياني، الكاس للزمالك النصر اليوم. نور كمان قالت صباح الخير، إن لم يكن لزمالك والريال رأي آخر. دي بقى كانت تمنيات جمهور نادي الزمالك للقاء النهارده قصاد الاتحاد السكندري في كاس مصر. نروح بقى معاكم للترند الثاني واللي انتشر برده بشكل كبير جدا من امبارح للنهارده، وهو هاشتاج راني علواني، وده اكيد انتشر طبعا بعد ما السباحه العالميه واللي اكيد شرفت مصر كتير في محافل دوليه كتبت تويتر عن انجازات ابطالنا في دوره الالعاب الافريقيه، وان هم يستحقوا اهتمام كبير جدا ان هم بيحققوا انجازات مش بيحققها لعيبه الكوره. لكن المشكله بقى ان بعض جمهور النادي الاهلي فهم الموضوع ده بشكل تاني خالص، وتحول الموضوع عن الكوره لما واحد من المشجعين قال ان كان في فشل في فريق الكوره، فردت رانيا علواني وقالت ان ملف الكوره كله مع كابتن محمود الخطيب وهو اللي مسؤول عنه مع اللجنه المعينه من كبار نجوم النادي الاهلي في اللعبه. عشان كده بقى طلع هاشتاج رانيا علواني، وزي طبعا ما هنشوف معاكم كانت في بعض الردود على رانيا علواني، بعض الردود كانت قاسيه، وبرده كان في ناس بتدعمها في الصور اللي هنشوفها معاكم دلوقتي او في التويتات اللي هنشوفها معاكم دلوقتي اللي انتشرت على هاشتاج رانيا علواني على تويتر. محمد عطيه قال انا وجمهور الاهلي في ظهرك يا دكتوره رانيا، بعيدا عن اي شيء او الاداء السيء لمجلس الاداره، جمهور الاهلي بيدعمك وفي ظهرك يا دكتوره بنت الكيان رانيا علواني. وده طبعا محمد من بعض الجماهير اللي كانت بتساند رانيا علواني وكانت بتدعمها من امبارح للنهارده. محمد جمعه كمان قال الدكتوره رانيا علواني، وتسمحوا لي اقول لكم دكتوره كده في وسط الكلام، عملت تويت على التويته دي انها موافقه يعني على الكلام اللي مكتوب، دي واحده في مجلس اداره النادي الاهلي، مش عارف ايه اللي حصل في يوم وليله خلاها كده ومحدش يقول لي انها علشان تويته او شخص رد عليها رد مش كويس. واضح ان محمد ما كانش ابدا مع ردود رانيا علواني على بعض الجماهير امبارح من خلال حسابها على تويتر. كمان محمد قال انت عارف مين رانيا علواني اللي ما حد يتطور، يا ريت يعرف وهو بيتطول على مين الاول، لان تاريخها ومكانتها العلميه كبيره جدا واكبر من اي حد بيتكلم عليها، ولو هي اخطات ده ما كانش خطا متعمد لان هي فكرت بمشاعرها بس مش اكتر، يا ريت لو هنختلف في الاراء الاحترام يسود. واضح طبعا ان محمد مختلف معاها ولكن في نفس الوقت مش موافق على التجاوزات من بعض الجماهير اللي كانت موجوده امبارح على تويتر. إبراهيم كمان قال الخطأ الناتج عن حالة الدفاع عن النفس لا يحتسب خطأ في نظر القانون، أنا شايف أن الموضوع أخذ أكبر من حقه، الدكتورة رانيا علواني رمز رياضي مصري، هي لا تستحق المشنقة بل يستحقها المنتفعون برجاء إيقاف تلك المهزلة. واضح برضو أن إبراهيم شايف أن ده كان خطأ أو أن ردود رانيا علواني كانت خطأ، ولكن هو شايف أن هي ليها حق لأن هي كانت بتدافع عن نفسها. كمان محمد ردا بقى على التويتات الكتير اللي كانت موجوده امبارح على حساب رانيا علواني، فنزل الصوره دي لصالح سليم وكتب الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم شجعوه، دي طبعا كانت من اهم المقولات او من اشهر مقولات كابتن صالح سليم.
بعد ساعات بقى من الجدل الكبير جدا على تويتر بسبب تغريدات رانيا علواني، طلع المهندس خالد مرتجي وكتب: الاهلي ملك لجمهوره، جمهوره هو سنده ومصدر قوته، ودعم شعب الاهلي هو سبب انتصاراته ليبقى دائما وابدا. وكانه طبعا بيوجه رساله للجمهور وبيأكد لهم ان هم الاهم، في محاوله منه اكيد انه يعتذر بشكل غير مباشر للجمهور واللي اكيد كان غضبان جدا من تصريحات رانيا علواني.